كانت ميدالية ذهبية مستحقة. نظن أنه اليوم نقدر نقول أن الجزائر قادرة على تنظيم عدة محافل دولية كبرى. احنا كرياضيين نطمعوا دائما الحلم الاولمبي، ميداليه اولمبيه. ان شاء الله ربي يوفقنا وتكون ظروف مواتيه لجلب ميداليه اولمبيه ان شاء الله. التتويج هذا ما جاش بسهل، خدمنا عليه كامل، خدموا عليه لي زونترينور، تعبوا معنا بزاف، نشكرهم بزاف. المدرب عبد الغني كنزي اللي عنده بزاف هو معنا، المدرب شعوال اللي نقول له هو الورقه الرابحه الحمد لله. راني فرحانه بهذا التتويج، قدرت نحرز الميداليه الذهبيه. نشكر المدربين تاعي اللي كانوا حاضرين وساندوني وكانوا واقفين معايا باش نحصل على الميداليه الذهبيه.